خلينا متفقين ان ابشع حاجة في العالم اللي احنا عايشين في ده هو الظلم. القصة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي قصة حزينة جدا، وضحيتها بنت عمرها ما يتعداش 17 سنة وتم اعدامها وهي مظلومة. قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قصة النهاردة هي قصة قديمة جدا وحصلت في نهاية القرن 16 ميلادي، تحديدا في إيطاليا في مدينة روما. والقصة هنا بتبدأ مع بنت شابة اسمها بياتريتشا، والبنت دي عمرها 17 سنة ومعها أخ أكبر منها. أبوها كان راجل من أغنى وأشهر نبلاء روما وكان اسمه فرانشيسكو إتشينشي. أم بياتريتشا ماتت وبنتها لسه في سن 17، وبعد كده فرانشيسكو قرر ان هو يتجوز واحدة تانية، وفعلا اتجوز وخلف منها ابن واحد. لكن فرانشيسكو كان دايما معروف عنه في وسط بلده او منطقته ان هو راجل متسلط وسيء وبشع جدا، وكان مهووس بشكل كبير جدا بالسلطة والنفوذ، وكان كمان بيتباهى بثرائه. وحرفيا الراجل ده يعتبر واحد من اسوأ الاباء اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك، لانه كان بيعنف اولاده بشكل وحش جدا، او بمعنى اصح كده بشكل غير انساني، وبالاخص بنته بياتريتشا واللي احنا قلنا عمرها ما يتعداش ال 17 سنه. كان بيضربها ضرب وحش جدا وبيعذبها وبيعتدي عليها، وحتى باقي العيله كان بيعاملهم معامله سيئه جدا. وفرانشيسكو ده كان كل شويه يدخل السجن ويطلع، وكان في كل مره يخرج منها من السجن كان بيطلع اعنف واوحش من الاول، وكان دايما ما بيحطش في دماغه غير هي واحده وبس، وهي بنته بياتريتشا. والبنت دي حرفيا شافت منه جميع انواع الظلم والقهر. مرات فرانشيسكو اللي احنا قلنا اتجوزها بعد موت ام بياتريتشا كانت دايما بتحاول تمنعه من ان هو يعاملها المعاملة دي او يضربها، وكانت دايما هي اللي بتنقذ بياتريتشا من تحت ايده. لكن للأسف الشديد هي في كل مرة ما كانتش بتقدر عليه، لانه زي ما قلنا كان بيعامل العيلة كلها اساسا بطريقة مش كويسة. وفي يوم من الايام بياتريتشا جابت اخرها وقررت ان هي تروح وتبلغ السلطات عن ابوها، وفعلا عملت كده وبلغت عنه وقالت لهم على كل اللي هو بيعمله فيها من تعذيب وتعنيف. ولكن للاسف الشديد كل ده كان بيبقى بدون اي فايده، وده بسبب زي ما قلنا في البدايه ان ابوها كان عنده نفوذ وسلطه كبيره جدا. وفي يوم من الايام ابوها اكتشف ان اللي كان مبلغ عنه هي بنته، وهنا قرر ان هو يبعتها هي واخواتها ومراته لقصر او قلعه كده بعيده جدا عن روما، وحبسهم كلهم هناك ومنعهم من الخروج، وبالاخص بياتريتشا حبسها هي بالذات في اوضه لوحدها، وكل ده عشان ياخد راحته في تعذيبها. ولكن مراته واولادها ما كانش عاجبهم الوضع اللي هو بيعمله، وكانوا مستائين جدا من تصرفاته، وعشان كده قرروا ان هم يتخلصوا منه للابد، وكل ده عشان ينقذوا بياتريتشا وفي نفس الوقت ينقذوا نفسهم هم كمان من الاب ده. ومراته واولاده في الوقت ده قرروا ان هم يتخلصوا منه عن طريق السم، وفعلا عملوا كده وحطوا له السم في الاكل. لكن للاسف الشديد هو ما ماتش، لان مفعول السم ما كانش قوي كفايه. لحد اما في يوم من الايام اجتمع ابنه الكبير هو ومراته واولادها وكمان الخدم اللي كانوا شغالين في القصر ده، وخططوا مع بعض وقرروا ان هم ينتقموا منه ويقتلوه بالضرب. وبيقال والله اعلم ان الفكره دي كانت فكره واحد من الخدم اللي موجودين في القصر، وفي نفس الوقت هو نفس الشخص اللي بيحب بياتريتشا واللي كان بيكره فرانشيسكو بسبب تعذيبه ليها. المهم ان هم بعد كده فعلا نفذوا خطتهم وقرروا ان هم يسحبوه على سطح القصر، وهناك فضلوا يضربوا فيه ضرب قوي جدا ومميت، لحد اما في النهاية اتأكدوا ان هو مات تحت ايديهم. وبعد كده قرروا ان هم يرموه من فوق القصر عشان بعد كده يقال ان موته ده كان حادث. ولكن اهل روما في الوقت ده الكلام ده ما دخلش عليهم، ولا بقوا مقتنعين اساسا بان فرانشيسكو مات بسبب ان هو وقع من على السطح. واللي خلاهم مش مصدقين الكلام ده اكتر ان هم عارفين عنه ان هو كان عنيف جدا مع عيلته، وبالاخص بنته بياتريتشا، وكانوا عارفين كمان ان عيلته كلها بتكرهه وان مفيش فيهم ولا واحد بيحبه، حتى الخدم بتوعه كانوا عارفين كمان ان هم بيكرهوه. وهنا السلطات قررت ان هي تقبض على مرات فرانشيسكو وكمان بياتريتشا واخواتها وكل الخدم اللي كانوا موجودين في القصر، وفضلوا يعذبوا فيهم تعذيب بشع جدا عشان يعترفوا
بكل اللي حصل، لدرجة ان من شدة التعذيب ده حبيب بياتريتشا مات في ايديهم، وقبل ما يموت برضه ما اعترف لهمش باي حاجة. لكن بقية العيلة ما قدروش ان هم يستحملوا كل التعذيب ده، وقرروا ان هم يعترفوا بكل حاجة، وقالوا للسلطات في الوقت ده ان هم فضلوا يضربوا فيه لحد ما تأكدوا ان هو مات، وبعد كده رموه من فوق القصر. المهم ان في الوقت ده كان في حاكم عندهم اسمه كليمنت الثامن، والحاكم ده امر باعدامهم كلهم، بس قبل اي حاجة لازم يتعذبوا قبل الاعدام، وكان مصمم ومصر على الحكم ده بشدة، مع ان في الوقت ده كان في ناس كانوا رافضين قصة الحكم بالاعدام، لان هم عارفين اساسا ان فرانشيسكو كان راجل ظالم. وللأسف الشديد بياتريتشا في الوقت ده ما كانش ليها اي ذنب في اللي حصل، واتحكم عليها كمان مع عيلتها بالاعدام، وهي في الوقت اللي اتقتل فيها ابوها ما كانتش موجودة ولا كانت تعرف عن اللي بيحصل اساسا. وعشان هي ما عملتش حاجة انهارت في وش الحاكم وقالت له ان الحكم ده ظالم، لكن للأسف الشديد الحاكم ما عجبوش كلامها، وامر الجنود بتوعه بان هم يعذبوها تعذيب مضاعف. وفي الوقت ده معظم سكان روما كانوا متعاطفين جدا مع بياتريتشا، وكانوا عارفين ان ابوها طول عمره كان ظالمها وكان قاسي عليها جدا، وعلشان كده معظم سكان روما في الوقت ده غضبوا جدا وعملوا مظاهرات واحتجوا على الحكم ده. ولكن للأسف الشديد الحاكم ما كانش بيسمع لحد نهائي، وكان متمسك جدا بقراره، وكان مصر ان هم يتعذبوا وبعد كده يتعدموا. وقبل تنفيذ حكم الاعدام بيوم واحد، كان في واحد من اشهر الرسامين في روما راح وزار بياتريتشا في قلب السجن، وطلب منها في الوقت ده ان هو عاوز يرسمها، وهي في الاول كانت رافضة جدا، لكن بعد الاصرار وافقت. وهي دي الصورة اللي انا هعرضها لكل وقتي، واللي الرسام كان رسمها لها في قلب السجن. المهم ان في يوم الاعدام كل سكان واهالي روما اتجمعوا في الساحة اللي هيتم فيها تنفيذ الحكم، وشافوا في الوقت ده المحكومين عليهم وهم ماشيين في طابور ومتربطين في بعض، وكان في وسطهم بياتريتشا اللي هتتعدم ظلم من غير ما عملت اي حاجة. وكل اهالي روما في الوقت ده كانوا عمالين يبصوا عليها وهم زعلانين جدا على اللي هيحصل لها، لكن هم ما كانش في ايديهم اي حاجة يعملوها. واول حد اتعدم في الوقت ده هي مرات فرانشيسكو، وفي الوقت ده قطعوا راسها قدام الكل، وبعد كده عدموا الاخ الاكبر واللي هو اخو بياتريتشا، وقطعوا راسه هو كمان وقسموا جسمه لثلاث قطع، وكل ده قدام كل اهالي روما. وبعد كده الدور جه على بياتريتشا، وفي الوقت ده كانت راحة على الشخص اللي بينفذ حكم الاعدام، وهي باين عليها الانكسار والحزن والظلم، وفي نفس الوقت اهالي روما عمالين يعيطوا عشانها. وبعدها اتنفذ فيها الحكم هي كمان واتقطع راسها، واتعدمت وهي مظلومة وما عملتش اي حاجة، واللي قطع راسها كان ماسكه في ايده ورفعه للسماء، وكل الناس في الوقت ده قعدت تصرخ من المنظر الصعب اللي هم شايفينه. والوحيد اللي ما اتعدمش في العيلة دي هو اخو بياتريتشا الصغير، واللي شاف كل افراد عيلته وهم بيتعدموا قدامه. وللأسف السلطات في الوقت ده اخدت منه كل الاملاك اللي معاه، وحولوه في الوقت ده لخادم عندهم، وبعدها بيقال ان هو اتحبس في زنزانة لحد ما مات. وبيقال برضو الله اعلم ان الشخص اللي عدم بياتريتشا خلص على نفسه بسبب الكوابيس اللي هو كان بيشوفها، وبس كده. ودي كانت قصة بياتريتشا اللي اتعدمت ظلم من غير ما عملت اي حاجة، وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعنا على نشر المزيد، واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.